استقبلت مناطق جنوب المملكة العام الدراسي الجديد بكل ترحيب هنا في محافظة سرات عبيدة التي استضافت قيادات تعليمية لوضع الخطط والدراسات استعداداً لعام دراسي جديد. انطلاق ورشة العمل ووضع الخطة التشغيلية لمدارس التوأمة في إدارات الحد الجنوبي. باسمي وباسم أهالي سرات عبيدة وباسم إدارة التعليم بسراة نرحب بضيوف هذا الملتقى. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا افتتاح هذه الورشة والذي تشرفنا بافتتاحها من قبل سعادة محافظ سرات عبيدة الأستاذ محمد بن سعيد بن جزوة. ورشة عمل تناقش العديد من المواضيع الهامة التي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف العمل الميداني في الفترة القادمة. أنا أقول أن نحتاج عصف ذهني كيف نعالج هذه المشكلات الكبيرة الموجودة. ورشة العمل هذه الهدف منها هي رسم آليات العمل العام القادم وإعداد خطة متكاملة للعمل. أوراق العمل اللي قدمت كلها تركز على جانب التحصيل الدراسي، الانتظام، تحفيز الميدان، زيادة عدد الساعات الدراسية لطلاب مدارس التوأمة، حل كثير من المشكلات التي لا زالت عائقة من خلال 3 سنوات الماضية. العديد من الملفات في التعليم فتحت على الطاولة ونوقشت بكل شفافية للوصول إلى حلول حقيقية تتناسب مع طبيعة المنطقة وظروفها. أبرز تلك الملفات كانت تتجه نحو تأهيل قيادات تتناسب مع طبيعة التحديات على أرض الواقع. من المحاور التي تم الحديث عنها والحوار والنقاش عنها كيف ندعم هذه القيادات في هذه المدارس وكيف نحسن اختيارها وكيف نحسن تأهيلها. مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للطلاب ومواكبة المتغيرات التي قد تعيق سير العملية التعليمية. نحن لا نريد أن نغفل هذا الجانب لأن له تداعيات كبيرة جدا وله تأثير واضح على أبنائنا الطلاب. من باب الثقة في أجهزة الوزارة وفي أجهزة التعليم التي تعمل كفريق واحد أتوقع أننا يمكن أن نطور حلولا. التركيز الأكبر على الفاقد التعليم الموجود في إدارة التعليم وهذا هو الحاجز الحقيقي الذي يؤرق كل إدارة التعليم بقياداتها. وقفت الوزارة بشكل عملي على تمكين إدارات تعليم المناطق وتوفير كافة متطلباتها. نحن نتواجد هذا اليوم بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم ومعالي النائب لدعم إدارات الحد الجنوبي والوقوف معها جنبا إلى جنب وتمكينها من كافة المتطلبات التي تطلب من كافة القطاعات ذات العلاقة. البنود التي تحتاجها لانطلاقة مميزة وخاصة فيما يتعلق ببند النظافة، بند الصيانة، وكذلك الميزانية التشغيلية. في كل لحظة يقترب فيها دخول العام الدراسي الجديد تخطو وزارة التعليم 1000 خطوة نحو الاستعداد التام لاستقبال أبنائها الطلاب في كل مناطق المملكة. لقناة عين محمد المدني سرات عبيدة.